وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. راقب هذه الصورة وهذا الجن بين هؤلاء الحجاج في الجمرات، سبحان الله العظيم. راقب الصورة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الجن التقط من خلال كاميرات التصوير بين الحجاج. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. راقب هذه الصورة وهذا الجن بين هؤلاء الحجاج في الجمرات، سبحان الله العظيم. راقب الصورة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الجن التقط من خلال كاميرات التصوير بين الحجاج.